تخيل أن تطلب مساعدة طبية لعلاجك فيقال لك أنك مصاب بهستيريا وعليك زيارة طبيب نفسي. لا عيب بزيارة الطبيب النفسي، لكنك تعلم أنك مريض جسدياً وتعاني. ما يعتبر في بعض الأحيان هستيريا قد يكون وباءً سيفتك بالملايين، كان من الممكن تفاديه لو لم نتعامل معه بخفة. نعم، نحن نعيش وباءً، لكنه وباء الخوف وجلد الذات. هذا عنوان نشرته صحيفة التلغراف البريطانية قبل عام تقريباً. اعتبرت الصحيفة يومها أن الخوف من فيروس كورونا المستجد غير مبرر، وصفة الأمر بأنه هستيريا جماعية. ليس هنالك أسهل من اعتبار أي مجهول جنوناً أو هستيريا. حصد كوفيد-19 ملايين القتلى، وهو أسوأ جائحة ضربت العالم في التاريخ الحديث. يعاني نحو 10% من المتعافين من كوفيد-19 عوارض غريبة تستمر لأشهر ولا ينجحون بعلاجها، ويواجهون يومياً تشكيكاً بعوارضهم. تشبه هذه الأعراض بشكل كبير أعراض متلازمة التعب المزمن، حتى أن أنتوني فاوتشي اعتبرهما نفس المرض. تتضمن الأعراض التعب ومشاكل بالتركيز وضعف العضلات وآلامها، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان لشلل مؤقت. المشكلة هنا أنه كما اعتبر العديد من الأطباء وما يزالون متلازمة التعب المزمن مرضاً نفسياً، يعتبر العديد منهم اليوم أعراض كوفيد-19 طويلة الأمد حالة سيكولوجية، والسبب الجهل. يعود تاريخ متلازمة التعب المزمن مع العلم الزائف إلى مستشفى في لندن تفشى فيه هذا المرض عام 1955، وقد اعتبر حينها أن السبب فيروس يصيب الدماغ. بعد 15 عاماً قرر طبيبان نفسيان أن يرفضا هذه الفرضية لغياب الدليل عليها، وشخصا الأمر هستيريا جماعية دون أن يقابلوا أياً من المرضى أو معالجيهم. توصل الطبيبان لاستنتاجهما هذا لأن غالبية المرضى كانوا من النساء، وهو ما كان يعتبر كافياً بالنسبة لهما لاعتبار ما حدث حالة من اللاعقلانية. ما تزال حتى يومنا هذا فئة من المرضى تدفع ثمن تحيز هذين العالمين الجنسية في خلال السبعينات. هم يعانون من مرض ما تزال أسبابه مجهولة، لكنهم يشخصون بأمراض نفسية لا يعانون منها. أنتجنا هذا الفيديو كي لا يعاني المتعافون من كوفيد-19 ما عاناه الملايين في السابق. نحن بحاجة إلى المزيد من الدراسات حول الموضوع، لكن غيابها ليس دليلاً على غياب المرض، والأمراض النفسية ليست شماعة يرمى عليها ما عجز الطب عن تفسيره كاملاً حتى اللحظة، ولا هي عيب يجب الخجل منه.